العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ورشة عملنا حول مستقبل رحلات الفضاء إلى القمر والمريخ، قدمها خبيران من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والوكالة الأوروبية للفضاء إيسا، وحضر الورشة عدد من طالبات جامعة زايد من مختلف التخصصات في أبوظبي. تقرير ريم المقبالي. التعليم التطبيقي هو أساس التعلم، وهذا ما تسعى جامعة زايد إلى تحقيقه، حيث تسهم في تقديم كل الدعم والحث على التعلم والتدريب في الوقت ذاته، حتى يتمكن الطلبة من فهم واستيعاب المجال الذي يدرسونه من خلال البحوث العلمية، فضلاً عن ورشات العمل التي تنظمها الجامعة مثل ورشة عمل رحلات إلى القمر والمريخ في ملتقى علمي فضائي. الهدف من فعالية اليوم هو تعريض طلبة جامعة زايد للخبراء القادمين من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إيسا، وكان كثير من المحاضرات، أحد المحاضرات تعرض إلى مشروع استكشاف المريخ ومشروع استغلال مصادر الطبيعية الموجودة على سطح القمر. كنا نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الرواد دائماً، ودائماً حابة تكون في المركز الأول، وعشان تحقق هالحلم لازم تبدأ بالشباب، وعشان كذي هي قاعدة تقيم عدة ورشات ومسابقات من ناسا، من وكالة الإمارات للفضاء، من مركز محمد بن راشد للفضاء، عشان يستفيدون الطلاب ويتحقق طموحهم أكثر ويشدهم هالمجال أكثر وأكثر، وتكون دولة الإمارات من الدول الأولى عالمياً. تناولت الورشة أهم المراحل والخطوات التي تتبناها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إيسا في الرحلات إلى خارج الأرض والصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى شرح كافة التقنيات والسبل المستخدمة للقيام بهذه الرحلات. واستعرض خبيران من الوكالتين دور وقيمة رحلات الفضاء المأهولة في توفير علوم ومعلومات جديدة من شأنها أن تحفز البحث والاستكشاف العلمي في مجالات حديثة ذات تطبيقات خلاقة لفهم أفضل للعالم الذي نعيش فيه. يشرفني وجودي اليوم بجامعة زايد والتحدث لمجموعة من الطالبات عن أعمال ناسا ومستقبل الإنسان من خلال استكشاف الفضاء. أنا سعيد جدا للتحدث مع الطالبات عن وكالة إيسا الفضائية ودورها الفعال، كما أنه مهم جدا تبادل الأفكار مع الطلبة، فهم يشكلون أساس التطور وهم الاستثمار الحقيقي. اتضح للطالبات كثيرا من معلومات الرحلات الفضائية، حيث تحدث الخبيران عن الكواكب المحيطة والقريبة من كوكب الأرض وكيفية بناء وتركيب واختبار المكوك الفضائي، الأمر الذي يشجع طلبة الاطلاع على علوم الفضاء والتعمق فيه من خلال مجال تخصصاتهم. ملتقى علمي فضائي ناقش عملية انطلاق المركبات الفضائية إلى القمر والمريخ، وأخذنا في رحلة للتعرف على بعض التفاصيل المتعلقة بالمحيط الفضائي. لقنوات أبوظبي، ريم المقبالي، أبوظبي.